وفعلا اليوم عندنا ضيفة مميزة في المطبخ، كان لها دور كبير مشاهدينا في نشر تراث المطبخ السوري العريق في برلين إلى مختلف أنحاء أوروبا. فخلونا نتعرف عليها في هذا الفيديو ونرجع لكم. الآن مشاهدينا الشيف ملكة جزماتي نصبح عليها، واليوم حضر لنا أكثر من وصفة. صباح الخير. صباح الخير. وأهلا وسهلا، حياك الله. صباح الخير أكلات نورات. يعني شامية بجدارة، شيش برك وفتة مقدوس، يعني راح تاخذينا على الشام اليوم. عن جد حتحس حالك بالشام والله حقيقة. من دواعي سروري على كل إن الأكل هو بيخليك فعلا تجلب بعض الذكريات وبيخلق فعلا عندك حالة بأنك أنت بتحس فعلا حالك سافرت من مكان لمكان. والله فعلا. طيب لو بالنسبة يعني ملكة، خلينا تبين نعرف أول شيء. أنا بدي ضل عم أنا لحاول كون عم بحكي معك وبنفس الوقت كون عم بطبخ وأشرح. ممتاز. طيب خلاص احنا راح نبدا باي وصفه الان؟ بالشيش برك. شيش برك. شيش برك اول شيء بدي اعمله اني اطبخ اللحمه. فانا اول شيء اللي عملته حطيت شويه زيت نباتي. نعم. مع اللحمه. هلا طبعا احنا راح نراعي انه انت قاعد تلعبين برا ملعبك، انه المطبخ هذا مش مطبخك الاساس. لا بس لا بس بالاخير خلاص متى ما شميت ريحه البهارات واللحمة وهيك خلص ححس حالي كأنه ببيتي. بعدين هذا بيتي. ممتاز. أنا عندي انتماء للأماكن اللي أنا اللي بتحكي نفس اللغة اللي أنا بحكيها أكثر أكيد. ممتاز. من أي انتماء آخر. ممتاز ممتاز. طيب حطينا اللحم المفروم. إيه هلأ هون أنا من قبل في خطوات عاملتها من قبل لحتى بس هيك اختصر وقت. عملت العجين يلي هو أصل الشيش برك. بس هي كتير سهلة عجينة الشيش برك، طحين مع حليب. أنا بعجن بحليب بس رشة ملح رشة سكر فقط، يعني ما في أي خميرة أي شيء. فهي كتير سهلة لهيك ما ضروري أعملها قدام المشاهدين، أكيد هنن حيعرفوها. أنا بعجن بالحليب لأنه حيعطي طراوة للعجين أكتر. ممتاز. طيب هون حطيت اللحمة. لح استنى بس شغال هذا؟ شغال بس بدي أخذ وقت شوي لحتى الطنجرة لحتى ترتفع درجة الحرارة. كيف بديت مشوارك ملكة؟ والله المصادفة. يعني أنا مو دراستي أبداً الطبخ. نعم. بس الطبخ هو دائماً شيء مشترك بين كل البشر يعني. صحيح. وهو كاسر جليد يعني وكاسر جليد محبب يعني. نعم. ومن القوة الناعمة اللي تماماً تساهم في أنه يعني الحضارات والثقافات. صحيح الكلام. تتلاقح مع بعض وتتعرف على بعض. فأنت بالصدفة من أي سنة؟ من سنة 2016. 2016. من 2016. لما كنت نهاية 2015 بداية 2016 بدأت هناك. ممتاز. وما شاء الله بدأ الموضوع وصار عندك مطعم أيضا. عندي مطعم وعندي كتاب. ما شاء الله. وعندي شركة كاترينج سيرفيس. ما شاء الله ما شاء الله. ومسألة البرلمان الألماني وأنه أنت طبخت البرلمان وأيضا أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، لو تحدثينا عن هذه التجربة. حغير بس تحبين مساعدة أساعدك؟ بس دي حاول. خلينا نشغل هذا أقوى واحد. الأقوى تماماً لحتى يساعد. البقاء للأقوى تماماً. ها؟ لا نحن هيك ننجل. أيوة خلينا نحط هذه العين أقوى. خلاص أيه. أوكي أنت قبل شوي ما يعني كنت لاهية بالستوريات على الانستغرام وناسية الفرن. شايف؟ هي السوشيال ميديا. طيب ممتاز. تمام. فلو بنفس الوقت التجربة التجربة بس اللي طبختي فيها البرلمان كيف كانت؟ يعني أكيد أي حدا بيروح على أي بلد بيكون حلمه يوصل لصناع القرار بهذا البلد لحتى يحاول يورجيهم شيء من الكلتشر تبعه يخليهم، وخاصة إذا كان الجزء المحبب طعام اللي هو الطعام. فكان أكيد بالنسبة إلي يعني أكتر شيء حتى عمل لي طاقة إيجابية بهذاك البلد ومحفز لإلي وجودي بالبرلمان الألماني، وخاصة لما بتقابل يعني هذه المرأة الحديدية. فعلا امرأة استثنائية. تماما. طيب ملكة خلي على ما يسخن هذا، تبين احنا نبلش مثلا رح نبلش بشيء ثاني اللي هو طبخ اللبن. طبخ اللبن اللي هو اصعب شيء.
صحيح. اصعب شيء لانه نحن دائما بنقول انه لما بنطبخ اللبن بنخاف انه يفرط. فهي الفكره اللي لن تعود موجوده ابدا. والله يا ريت. اللي رح اعمله انه لانه احنا كل شيء فارط عندنا، ما يعني اللبن لازم نحافظ عليه. هلا انا هون في عندي كيلو ونص لبن. كيلو ونص؟ كيلو ونص لبن. نعم. بعدين حجيب شوية مي، هي الطريقة يلي رح تحفظ انه نحن انه ما يفرط ابدا. ما يفرط. تقريبا كاسة مي باردة. نعم. يعني هون والنشا. بدي احط تقريبا للكيلو ونص 3 معالق نشا كبار. وحركه. يعني النشا يساهم انه ما يفرط ال لا، النشا هو اللي رح يساعدنا انه نحن يكون القوام ثيكنس. يعني شوي ثقيل، شوي سميك. تماما. في سماكه بس حاتاكد انه هو ابدا ابدا ابدا. نعم. ححط المي، بعدين رح تعطيني هاد وحركه على البارد. لازم يتحرك المي مع النشا مع اللبن على البارد منيح منيح. بعدين هلا حانقله على النار لحتى ضل عم حرك. متى ما لازم تضل التحريك لحتى تغلي. اما اذا تركتها من غير تحريك وغلت من غير تحريك حيفرط. هو المحافظه على القوام انه دائما تحريك. الملح متى نضيفه؟ بالاخير. بالاخير بالاخير مو مشكله. فهون انا فيني ضل عم بعمل الشغلتين سوا وعم بحكي معك. تعودت لانه بالمطعم اكيد بتكون عم تعمل لما بيكون في عندك المسا، وخاصه مثل ما قلت لك هو مو المجال يلي انا تعلمته او درسته. شو كان اختصاصك؟ علاقات دوليه وعلوم دبلوماسيه. ما شاء الله ما شاء الله. وادب عربي كمان من جامعه دمشق، فيعني 2 in 1. برافو بالأخير. عليك. بس على كل المطبخ هو مكان يعني أنا بالنسبة إلي كنت سعيدة فيه أكثر، لأنه ردات أفعال الناس لما بتكون عم تاكل طبعاً من أكلك وهي مبتسمة. صحيح صحيح. احنا متأكدين إنه هذا بس عم أنا مستغرب إنه ليش ما قاعد يسخن هذا؟ إيه ولا أنا. هذا شيء هو لأنه لا يعني احنا ظهر يعني كان لازم يكون أسخن. طيب احنا ما في مشكلة، احنا نحن ريلاكس، احنا عادي ندق على مطعم نطلب غدا. لا يا يحكوا علينا بعدين. لا فهلا رح اقول انا اللحمه شو حنعمل فيها. بفتره كوفيد وال يعني العزل اللي صار عند الناس والقعده في البيوت، انت كنت تطبخين وتوزعين وجبات يعني عملت جانية. مبادره بفتره كوفيد انه حسيت قديش الاشخاص اللي هن مضطرين يضلوا فاتحين لحتى يقدموا لنا اما المواد الغذائيه بالسوبر ماركت. نعم. ومضطرين انه يكونوا على تواصل مع الاشخاص وهن ما بيعرفوا اذا ممكن يكونوا مرضى. صحيح. وعم يتعاملوا مع المواد يلي عم يمسكوها الاشخاص من غير اي عنايه يعني. صحيح صحيح. فعملت مبادره انه اطبخ لهم بشكل مجاني واقدم لهم اكل. برافو. بحيث انه هن يحسوا في شيء في يعني هذا الشيء كمبادره مني، مو كملكه، كسوريه. برافو. او كشخص عربي موجود حابب يرد لهم جزء من الجميل يلي عملوه لنا بشكل عام. فكان فعلا عندهم رده فعل لما يقولوا لي بس انت نحن عم نشتغل مانك مضطره تعملي لنا هذا الشيء. نعم. هو هون الفكره انك انت تعمل شيء وانت مانك مضطر. فعلا فعلا. طيب بس خلينا نذكر المشاهدين بالمكونات الاساسيه لوصفات اليوم. خلينا نتابعهم مع المشاهدين. اللي ححط هلا اللحمه رح احط لها هلا متى ما تغير لونها ححط لها ملح، فلفل، شويه كزبره يابسه، شويه هيل مطحون، شويه قرنفل مطحون، شويه جوزة الطيب مطحونه. ممتاز. بعدين ححط البصل، فالبهارات قبل ما قبل البصل. بعدين ححط البصل يتقلب تقليبتين. اخر شيء حضيف شويه كزبره خضراء وشويه ثوم، هي الحشوه تبع الششبره. ممتاز. ونفسها حاستخدمها لحتى اعمل فته المكدوس، حشوه الباذنجان اللي انا عندي مني. بس ولكن ما حضيف الكزبره الخضراء والثوم للحمه، لحشيل شوي احشي فيهم الباذنجان والباقي ححط له. هي الششبرك هي كزبره وثوم. يعني هذا الاختلاف بين الششبراك، بين لبن الششبراك ولبن الشاكريه ولبن اللبنيه، الاضافات هي اللي بتغير لي نكهه اللبن. واخيرا بلشت بلش خلص.
الكزبرة والثوم هي السيجنتشر تبعيت الششبرك. ممتاز، خلص احنا رح نرجع معك ملكة ونشوف تمام. اي مرحلة انت ونرجع بنقول شو عملنا، بس واضح انه احنا يعني غدانا اليوم رح يكون استثنائي. بعد شوي لما بتبلش تشم ان شاء الله. لا انا واضح واصل عندي يعني وهذا اشتغل الان.